الدنيا بتعاملنا كده ليه؟ عمالة أبو أناء أحلى مسا من عم راشد. عمالة تيجي فينا على إيه؟ تنبحينا من غير عيش أبو أناء. حرام عليك يا عايزة إيه؟ دنيا عيب ما تزودهاش. ريحينا ما تتعبناش. دنيا عيب ما تزودهاش. ريحينا ما تتعبناش. أرخص فيك هاي. انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معالي مش متعلم. افردي وشي. انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيت بيت يا عسليه. انت يا بيت انا بكلمك ردي عليا. انت يا بيت خلاص يا فطر انا بتلكك. خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلص. خشي جوه الجاتوه والحاجه الساعه موجودين. يا جماعه كنت سي ورقه سي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ أنا مش هينفع أحضر الفرح، أنا لازم أمشي. كريم ما أنا بقى. يلا يلا. بس هو أنا عايز أسأل سؤال، هي اسمها عسلية ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسلية؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. إيه ده؟ افرضي سحنتك. بقى ده منظر عروسة ده؟ ده أنتِ ولا اللي رايحة تقابل عشماوي. حكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه. وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه. يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وابو المره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا حبيبي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية. واحده واحده عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامه. طرقوني. مع السلامه يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسليه عسليه تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير أوي عليا. أنا عمري ما تمنيت من ربنا حاجة قد ما تمنيتك. أنا من النهاردة مش هزعلك، هعمل لك كل اللي أنت عايزاه، طلباتك أوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمها. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت إن أنا بني آدم أصلا. أنا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش، عارفة؟ أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوس لولوس أختك على الباب، أمي افتحها لها. يا سلام. أمي افتحها لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقولك إيه؟ ما تنفضلها. لا ما صحش أسيبها واقفة على الباب كده. نفضلها ما تقف شوية، لازم افتح لها. الحلاوه دي اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ده احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. هو انت بداتها بمعلش؟ امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. مفيش في انت وهي. بقول لك ايه؟
معكش سجارة صباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل طبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 الباكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى انا عايزة فلوس اصلي قاعدة عند غنوة يومين فمحتاجة فلوس. الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله مش انت الدكر بتاعنا ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما يا بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. استني ايدك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقولش. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلية ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استبحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة؟ نستأذن احنا يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين اصب لكم الشاي؟ لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مع السلامه. السلام. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضو يا ست البنات. النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص. ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك عليا حقك عليا عشان خاطر حته صغيره حته صغنطوط حته صغنطوط. تليفون شو تليفون؟ الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو. مبروك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركبك على فكره ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself ها؟ انبسطي. على فكره جايبه لك حته كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سو باي ذا واي اسمها عسليه. يس اي نو اسمها عسليه. شفت البطاقه بتاعتها؟ انا اللي مشغلاها وانا بقى سميتها سالي. البت دي شي هاز ا فيري فيري سترونج سبيريت. شي از ان اكستروفرت ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكره لمحه جدا. شي از فيري فيري سمارت. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا ماما
ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانيه واحده، كنت فين؟ كنت فرحها عسلية او سالي دي. انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح اساعدها and give her a hand. Really? تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سو انت لو رحت هناك تتاكلي، الناس هناك مختلفين خالص، حرامية وبلطجية وبيضربوا نار، ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها، والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وأنا في ناس مستنيني بصراحة. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك لعم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه، امشي. شيش عم راشد؟ ايه فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه، وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. تمام. ريحتك في احد معاون الريح سالنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا، والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك، ونموت فرحك اللي انا ما لقيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش، انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل، كده انا عداني العيب. وازح يا باشا وازح. عالحلوه والمره مش كنا متوعدين، ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ يا حلو كده ما ياكلش، ده احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادى ده محمد يا هادي، تعالى اسندني. ايه ده بجد وحش؟ محدش قال لي. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجل فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ عداش عليا شهر. طب ما مصلحة، خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفكر بيتعب وبيطول الوقت، اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنة؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومة مش هتسيب لي 11 يوم، بس دول يعدوا هوا، أنا يمكن ما الحقش أتغدى معاك بكرة. اضحك يا جدع وما تفكرش، أوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق مخنوق. وأنت يا ابن الناس مش ناقص خنقة أكتر من اللي أنت فيها وزنقة. زي ما قلت لك اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. وتفرح اللي يمين. ايوه على الحلوه. ايوه ارقص يا عمك علي. انا ربنا يخرجهولك بالسلامة يا رب. يا رب يا اختي.
انا هعمل شاي. خليك انت، انا هعمله لك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته، ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. هو قال حاجه؟ قال لك عارفه يا بيت انت طلعتي جدعه. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، عادته في البيت ده بدل ما يخرج للقراديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش بنافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف منك. راشد بيخاف على زعل يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حاج. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكر ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بيت؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا شراي. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد قطع كده؟ عايزه فلوس. عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده. ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه. الو سيد الناس. يا عم اعمل عريس براحتي. قول لي. لا انا كانن شويه. حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث عين عليا اليومين دول. والله. طب انا جاي لك دلوقتي، يلا سلام. انت نازل؟ يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين، ما تخليها في البطيء. قرأي يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. عزوم ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها، بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضل. الله. يا بسم الله ما شاء الله. ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه؟ الراجل اللي هشتغل معاه جه، وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب. بفضل الله. انا نازله معاك. استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. روحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكوا على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايحه الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. أعرف نسيت الفلوس. خد خد
عد ابو فتون على غنوه على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه برضو، مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوه، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوه دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجه دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر، انا هقول لها. انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثه والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعه مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعده لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي. يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايزه السيجاره دي يا اخويا. مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. أنا كنت داخلة على الجوازة دي مرعوبة. أصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال. الحمد لله. طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي. هو جوزك يعرف إنك بتيجي تزوريني هنا؟ الصراحة يابا لأ، أصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. لو محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن، انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يا ابو الحسن مات، بس أنا لسه بحب. أنا عارفة اللي أنا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان أنا اتجوزت،
بس هي دي الحقيقة، ومهما العمر طال بيا مش هنسى. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. مفنجله يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط، علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس، امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمن. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، جاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا حلوة دي بتاعك يا بوش يا عسل. يا عم خبيز يا عم. اي حاجة جيك جدا كوكو كوكو سيد الناس كل عمنا بالفجر. يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ اكتبوه ركبوا انت يا باشا. انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد يا باشا. انا معيش حاجه. انا سليم. اركب يا حيلتها.